السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالجميع، مرحبا مليون، يا أهلا وسهلا. أهلا هلا، أشكر الجميع طبعا على الدعم الخرافي على القناة صراحة، كم يوم عليه دعم جميل وعليها تفجير وعليها دنيا، أشكركم شكرا كثيرا. بس شو رأيكم في قصة النجاح العجيبة اللي سويناها في القناة؟ كان ترى ما كان في قصة نجاح، نحن معاكم أنتم مستشفى، قالوا لي مستشفى، خلونا نتذكر الحين شو الخصص ولا شو اللي كنتوا تقولون نسويه. زين يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، أيها الجماعة الطيبة، أيها الجماعة الجميلة، اليوم أبغى أتكلم من جديد. خلاص الشركة دائما هنفجر الدنيا وما عليها قروض. زين زين، ودام ما علينا قروض، ايوه هذا شو 35000، خلينا نسرع اللعبة. فليش ما اسير شريفو ماركت؟ قاعدين نسوي نحن لعبة شريفو ماركت، 1.3 مليون دولار على اللعبة يا جماعة. صح ان صارفين كل الفلوس، بس في نهاية اليوم الجميل في الموضوع علينا 100000. يمكن بقول لكم ما علينا قروض، ما عليه، بسامح نفسي على الخاصية الغير جميلة. الحين ابي اسوي لعبة. انزين اوكي سوينا لها. شوف شو الدعاية قبل اللعبة توصل. لدي الان استوديو رسومات، اوكي بنسوي استوديو رسومات في المبنى الجديد، مش في هذا المبنى. الحين بدورنا، اسمحوا لي قاعد اشرب كوفي، قمت من النوم، توني قاعد من النوم. زين اول شيء دقه بحث عن ناشر، كان اركيد ها صح؟ اظني كان اركيد، والله ما اعرف يا جماعه الخير. 81% وقف 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 اللعبه، وقف وقف وقف. انا قلت لكم ما باخذ قروض يمكن، لكن شوي كذبت، لانه لازم انزل باتش. انا ما اعرف كم اخذت قرض حتى ترى، بس لازم انزل باتش. ليش؟ على اساس اللعبه ما يطلع فيها بقات. اول ما انزل الباتش الحين على اللعبه وعدل بقات اللعبه، بدفه بجزء جديد، ولا مش دفه جزء جديد هذا. لحظه، دائما نحن عندنا فلوس العاب، خلنا نسوي ملصقات حق اللعبه هاي. شركه ترخص غالبا تحت، اوكي حلو، عندنا تراخيص جديده في السوق هالسوالف، عندنا فلوس خلنا نسوي دعم 16. شلون؟ لحظه، على طول تحديث، طور تحديث للعبه شريفو ماركت، بننزل كل التحديثات اللي نقدر ننزلها. الحين شريفو ترى كل يوم كتب لكم، نسيت لي مش ممكن انسى متابع، صعب جدا. انزين اين انت؟ بحث عن انواع جديده للالعاب، استراتيجي، مغامره، اختار محاكاه اقتصاديه. خلنا نختار، احس انه بيستوي ترند بعد فتره. اختار محاكاه، خيال، رعب، باركيد. او بعنا مره ثانيه اللي هو محرك. انزين يا جماعة، ترى اللي يفرق عندنا بين لعبة ولعبة، أنا سكر السلفية. هاللعبة كانت شوفوا سيدة سكرنا القرض 100000، بس خلاص ما عندنا قرض. أحب أنزل لعبة ثانية وراها. اللعبة الثانية راح تكون دايركت. شو؟ عندنا كشك، عندنا لعبة واحدة، فما ما له داعي إني أخذ الكشك. وش كبرى حق شيء ما ادري. على فكره انا اعرف اشوف، ها دور التدريب عندي راح عينها. ايوه انت طول اللعبه شوي، بسوي تطوير جزء جديد. لا 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 تطوير محرك جديد، تطوير محرك جديد، تحسين محرك قديم. وين اركيد مالنا صديقنا اللي هو لازم ارفع سعره؟ مش الفائده، برفع السعر ل 15000. وين ارقام ما تشتغل؟ ايوه 15000، اوكي. وبنزيد ميزاته يا حبيبي عليك، دعم 16 لون هني بس. زين لا ابو الخل، خلنا ندف الحين باركيد. الحين بننتقل مبنى جديد دارك بعد شوي ترى، مرتفعه ولكن يستحق العناء. الانتاج متاح الان، لديك ما يكفي من الانتاج العاب بنفسك. التكاليف على فكره ترجمه في عين ابوها،
هذا نقاط بحث مطلوبة هاي على أجهزة أقوى، بس للحين بعدنا في الثمانينات، على 85 يمكن أسوي شيء جديد. بس خلنا نسوي دعم الكاترج عندنا هنا، زين؟ إن نحن نقدر نتعامل مع كاترج، نقدر نتعامل مع شيء جديد علينا يعني. أنا كل شوي أسمع صوت سيفون ترعى ورا راسي، يخرب بيتهم كم يروح من الحمام. غرجت 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 غرجت. لحظة، هل حملة التسويق الحين لو أسوي مجلة محلية على اللعبة بيزيد المبيعات عليها شوي؟ انزين طورنا محل تطوير جزء جديد حق لعبة بنسوي، انزين اللي هي كانت 81% شريف وماركت بنسميها نسو نسو واو، ما حد يعرف صح؟ بقصة العمر بقول ما تعرفون ترى. اركيد لاب 2.0 بلس بلس اللي ما غيرت اسمه استوى 2.0 بلس بلس، بنشتري ترخيص جديد. هذا رخيص، ما اعرف شو بيسوي لي الترخيص الجديد. بنحطي بس انا بنحطي ترخيص هذا ترخيص من لعبه بواسطه اسمه ترخيص. لا غيرت رايي خلاص، ما بترخيص، استهبلوا علي صح. نكست بنحطيه على الكمبيوتر اكيد، 44% من السوق على الكمبيوتر. اما اخذ 8% هذا ما اخذ 12% من السوق. شو ما اخذ السوق 11%، بس هذا بي ونحن على بي بلس البلاتفورم اللي قاعد نشتغل عليه، مو مشكله. اكثر الناس يمكن لحظه قوه حمايه الاصدار، لحظه شراء حمايه النسخه الاصدار الثاني، هاي ها جديد الاصدار الاول هذا كان، هاي الجديد فعاليه 79% من 7%. يا حبيبي شوفوا فرق السماء والارض، بنزيد لغات عندنا فلوس، بدعم كل العالم. يلا زين دعم اربع الوان، 16 مو باربع الوان، شو دعم نصوص. استوى عندنا 9 من 10 الميزات، قريب بدنا نحط ميزات جديده على فكره. بنحتاج شو، خلا خلص سيليفو ماركت، بسوي حملة دعائية محترمة عليها الحين اللعبة هاي. استوى عنا كاترج، بنسوي مستشفى، مستشفى الرعب صح؟ كان المطلوب القراصنة. خلصنا سيليفو ماركت، حملة تسويق العاب 500,000 على لا 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 حملة تسويقية. لحظة لحظة، أنا أبغى أسوي حملة تسويقية على نسو نسو واوا، بس خلاص شريفو عاش حياته من ورا اللعبة. اوكي هني غرفة موظفين خلها برايا، مو مشكلة، بزيد راحة بسوي لهم غرفة محترمة عقب تريو انتو بس. اشتروا عندي محرك الفيرجن 1، في ناس تبى الميزات الاقل مال بي، نحن الحين المحرك الجديد حق بي بلس اللي هو عدد خاصيات والميزات اللي ممكن نضيفها على اللعبة يا جماعة الخير. عندنا فلوس قسم بالله، لا رش رش بحوث اخرى، خلينا نسوي العاب حق ايه، بس لا احس انه بدري على العاب ايه. رد فتحت نفس المينيو، بحث عن انواع جديده، خلينا نفتح العاب بناء. لعبتي العاب البناء، يعني انا 24 ساعه العب العاب بناء على شو اسمه. اوه لعبه بناء اقتصاديه تستوي سيتي سكاي لاين. اصدرت لعبة اسم ايكو تراك هيد ستوديو، زين طلع 1.6 مليون بروفيت يا حبيبي، مبيعاته مو 6 مليون مبيعاته بس كم بروفيت، دخل 2.3 مليون و و و و لا عليك يا ابو خلي ولا عليك. هنا نقاط البحث المطلوب 128 بايت، طبعا ابغى اسوي مكتبين الحين. شو شغلة المكتبين الحين؟ واحد بيكون شغلته بس تطوير العاب، واحد العاب جديده في المكتب الجديد راح يكون. خلينا نشوف شو فزنا، والله جبن ما فزنا شيء، والله والله ما فزنا شيء والله. زين الحين ما عندي ولا لعبه في السوق، الحين يوم ما عندي العاب في السوق احس اني قاعد امشي في خساره ترى. هي والالعاب معظمها قاعدين نبنيهم على اساس كيف اقول لكم، العاب نبنيهم يعني على اساس الالعاب الناجحه. تبون العاب ناجحه سووا تقريبا نفس اللي انا الالعاب اللي قاعد اسويه وبيستوي ان شاء الله. والله مستشفى الاشباح بعد مش غلط ترى، مستشفى الاشباح ناس تموت تدخل هذا. انشاء الالعاب نسو نسو واوا تلفزيون 74,000،
انا اسوي على الراديو اوكي وخسر 180,000 عليه. هل تريد نشر اللعبه؟ هي طبعا اريد انشرها. البحث عن ناشر اركيد جيم، انا ما اعرف قاعد احط صح ولا غلط ترى، احس اني جبت ال 62% اخ اوتش، انه مؤلم انه مؤلم. خلينا نشيل على طول البقات منها، خلاص انتم عارفين السيستم الحين، من نزل اللعبه نشيل البقات منها، ننزل عليها تحديث واحد و جود باي. هاي وايد بسرعه يشتغلون. ايه كرة قدم، في حد طلب كرة قدم؟ انا اذكر لعبة محاكاة كرة قدم مفروض تكون صح. انزين بننزل عندنا محاكاة، محاكاة اقتصادية، بننزل مغامرة ما اظن بنحتاج الحين الحال. انزين خلنا ننزل ابديت على اللعبة هاي، لو ان اللعبة مش 100% ناجحة بالنسبة لي انا اعتبرها، لكن راح ننزل عليه مش جزء جديد. انا شو فيه اخص تحديثات حزم الان لغم لغم ونا خلنا نطور نسو نعطيه مش فوق الفايف ستارز، جزء جديد بننزل كامل بما انه تو نزل في السوق بنلحق، يعني بعدنا دعاية الراديو ما خلصناها حقها. هالاربعة هاي هم اللي مخلصين فلوسي ترى على فكرة، هاي هم اللي مخلصين فلوسي. بحث عن انواع جديدة للالعاب لان اتم اسوي عندهم اخسر 60,000 50,000 60,000 50,000 10,000 100,000 ان شاء الله بس نلحق عليها. اسمع صوت الكوفي يشرب ويخرب بيته، والله ما ادري ايش خاطر الكوفي الا من ورا هاي لي، ما هو دائما ما ادري شو قال هذا تو، ما اعرف تحطم احسه عليه، تحطم يعني تدمر يعني ما اعرف يعني شيء من هالقبيل. لو سمحت ننزل تحديث جديد، يلا 100,000 ما ياكل عيش ترى يا جماعة، والله نزل ابديت بسرعة اساس قبل لا يطلع من السوق. خلي الدعاية تخلص، ايوه حلو رد ذا تفعل. خل ننزل تحديث جديد للعبة، نسو نسو واوا، اهداف جديدة، مستويات جديدة، انماط جديدة، لا بقات ما في تحديث صراحة، اخطاء ما عندي، رسومات جديدة ولا تحديث امني. خل نسوي تحديث امني. اوكي لا اوكي لا وايد اوكي، بس خلنا نسوي عنا حق انا ما اعرف هيضيفهم في المحرك ولا وين، ولا وين احصلهم. 400,000 يخرب بيتك، هاند المقال مكادرج، انا ما اعرف ليش اصلا قاعد اسوي لهم ريسيرش هاي، خسر 200,000 و300,000. خلنا نشوف القرون الوسطى، هاي عناوين انا افكر اني اسويها. خلينا نشوف نسوي سووا، هل بترفع عنا المبيعات؟ اقل دعايه على نسوي سووا، خسرت عليه وايد فلوس انا. انزين الحين بتشوف اذا بسوي تطوير محرك، تحسين محرك قديم 2.2 بلس، ميزات شو عندي ميزات اقدر اضيف؟ ولا شيء صح. اوكي هذا معناه ما منه فايده. شو بسوي؟ بسوي تطوير لعبه، عنوان كرة قدم. زين الحين شو عندي الرايت؟ لحظة محاكاة. زين محاكاة يعني كرة قدم، يعني مع كرة القدم بحطي يا جماعة، لا ما نبغى شيء ثاني، مع كرة قدم يكفي. زين محاكاة هي طبعا اسمها، شوفوا شوفوا السبلنج انتو، كابتن ماجد، تعرفون صح كابتن ماجد صح؟ سيميليشن اللي هو محاكاة بيكون يا جماعة حق منو؟ بحطي حق الأكبر كرة قدم، يعني كابتن ماجد شو يحمل لهم مجموعة ذكريات جميلة، حدث تراخيص، شراء تراخيص، لا ما نبغى تراخيص، ترى يغير اسم اللعبة، وأنا إنسان ما أبي أغير اسم اللعبة بصراحة. خلهم برايهم كابتن ماجد، بنزله على كمبيوتر على هذا وعلى هذا، انا اي محرك حبيت. اوكي الكمبيوتر لازم يكون على كونسل، هاو 0.1% من السوق ما نباب 0.1% لحظة ازالة المنصة
هاي 14%، زادت المنصة يمكن مو منها فايدة رح ادفع عليها فلوس 6%. حلو، وهاي كانت 40 شيء في المية، خلها مثل ما هي. برايا انت سيميليشن كم محاكاة؟ لازم جرافيكس فول صح، لعبة طويلة مرايفة متعددة فيها عمق. لاعب عادي، ها في غلط هني ترى، المفروض هنا يكون كور جيمر. خلينا نحط انه سلار ثاني قارير امور طيبة هني. جرافيكس نحن اوريدي عندنا وايد، بنحط اصوات المحاكاة. الصوت على فكرة جزء كبير من اللعبة، يعني اتوقع انه يلعب دور كبير خرافي من اللعبة و شيء مش طبيعي. حتى اليابانيين يلعبون كورة، اسبانيين طبعا يلعبون كورة، برشلونيين، مدريديين، غيركم كلكم مال كورة، انتم معروفين. باقي انا احسهم مش مال كورة، والله مش مال كورة. هاي ليش 9 لحظة؟ حسبتي في بلاتفورم ثاني، لاني انا ما حددت هذا. ايوه الحين اوكي، الحين ما بيطلع لي ذاك البلاتفورم. انزين، دعم الوان الغيرة 9 من 10 صحيح. خلنا نختارنا، خلنا نسوي لنا بحث على عنوان جديد. نهاية العالم شكل شيء حلو بيكون. وسائل النقل تا سيميليشن، يعني ترانسبورت فيفر وربعه وهالسوالف. خلنا نسوي قبتن قبتن. زين نبك كشك صغير. عندنا لعبتين، كم عندنا فلوس؟ 700 ألف. لا انا بقى كابتن ماجد بتنزل. اوكي كابتن ماجد بيلها 2000 نفر، بنحط انشاء حملة تسويقية، خاطر اصرف 500 ألف. اوكي اوكي لا تعصبون، ابغى اصرف 500 ألف، انا انسان ستيم بونك. اوكي انا انسان ابغى اصرف 500 ألف الصراحة. بعدين اللعبة ما دخلت الفلوس وايد على فكرة، لازم انزل اللعبة مال نينجا مدري منو هذا الستار. اشكره الصراحة، شرب كوفي وياي. انا 7000 معجب للشركة، احس انه انزين. وين وات هابن وات هابن؟ ميزات جدد تقسيم الشاشة للعب الجماعي. اوه تذكرون على ايام كراش نايتندو يوم نزلت الالعاب الطيبة هاي، كان فيها تقسيم شاشة، ما كان هذا حلو على مشكلة ضرابة على الجهاز. بعد كان في والله مشكلة ضرابة على الجهاز، 70 واحد يهتم بيلعب واربعة اللي كانوا يقدرون يلعبون. حيت على كراش 4، كراش ريس كان 4 يلعبونه مش كراش الوعد. حد يقول لي في الكومنت كراش مغامرات، حد اشترى الفيرجن مالي. اقول له لا كراش كنا نلعبه نفر واحد نقيم الحين. لا 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 انا اتكلم عن كراش ريسنج، خليك انسان طيب. شرطة ينفع مع المجرمين، اضيف يعني اكثر من شيء في شيء. قاعد نسوي هايبرز الحين، 600 ألف على نص ونص. واو على فكرة ممكن انزل منها نسخة ثانية انجح منها. نحن نقدر نسوي دعم رسوم، اوكي محركات قاعدة تنباع حلو، قاعد تخلي الشركة عايشة حلو، حق مرتب الموظفين، حق عناوين. هذا نسوي لعبة عن تطوير لعبة، واللعبة اللي نلعبها نطور فيها لعبة في تطوير لعبة. احس انه كان واحد يحلم حلم في حلم في حلم. خلنا نسوي احلم حلم في حلم في حلم. تم سحب بالهاي من السوق تتاري، لازم الحين نبدأ نشتغل على شغلات جديدة. ترى ما عندي فلوس حق هاي، خلاص خلهم الحين. عندنا مصاريف المكتب، ساعة حملة تسويق ألعاب، ما في عندنا غير لعبة واحدة كابتن ماجد. والله لو طلعت لعبة فاشلة كنت خسرت كل فلوسي على الفاضي. حتى رواتب موظفين ما بيكون عندي، تخيلوا. اوكي موافق. شوفوا الحين نزلنا في الماينس، شوفوا اللعبة تبدأ تزوم اوت. شو يقول؟ أنا أكره الهليكوبتر. شو يخص الهليكوبتر؟ ويك محاكاة 100 100. طلع مسألة أخرى، كم؟ 40. الأخطاء هي اللي ذبحت اللعبة. أول أنا لاحظت إن يوم يسوون أول مرة شيء يغلطون فيه وايد. خلنا نسير للبنك،
شوفوا الحين علاقتنا مع البنك مش نفس الأول. الأول كان علاقتنا مع البنك علاقة زي زفت والله، كنا نتسلف منه وما رجع له فلوس. شوفوا الأخطاء وايد في اللعبة، أظن يوم يطورون اللعبة تكون فيها أخطاء وايد، بس حسب اللعبة. مطور أفضل مطور معجبون كابتن ماجد. أوف أوف، ثبتني كابتن ماجد الله يسامحك. كلها حق منو قال لي سوي لعبة كورة؟ الله يسامحك، انت ريال محترم. انا سويت لعبة كتر عارف، لعبة كورة كيف تخسر في السوق يا جماعة؟ اهداف جديدة، لا مستويات جديدة، سوي تحديث امني، انا ما اطلع جديدة، اصوات جديدة، كورة ما يبالها اهداف جديدة، مستويات جديدة. شو المستوى الجديد اللي في الكورة؟ خلينا نحط رسومات جديدة، نحط كابتن بسام وياه، نحط عندنا فلوس، دخلنا والله تو فلوس، فانا مش حاسب حسابهم. متعود انزل في الماينس ما اطلع 100,000 من ورا. لحظة خلنا نسكر الخرب على، ليش ادفع الفايد الخايس؟ انزل متعود خلاص، من نزلت في الماينس كله ماينس ما اطلع فوق، تعود. سنة 85 قلنا على سنة 90 بندخل جام جديدة ولا اجهزة جديدة نسوي عليها العاب. الستاندرد اللي محافظ عليه، اخبر زوجتي انا لدي زوجة ثانية. والله حلمه بيض، هذا بيض. لحظة وين ال 81% سويت لعبة انا؟ زين بنسوي انجح لعبة عنا، نينجا راس 3 الجزء الثالث. السونيك نزلنا 7000 جزء، انا نفس الشيء قاعد اسوي ادخل فلوس، وفي النص اسوي العاب اللي اباها. كان الله غفورا رحيما، بس ما اسوي شيء. بي بلس باقي لنا بعد على ندخل شغلات جديدة. وين بي بلس؟ هاي بي ليش؟ اوكي مسكرها، اوكي مسكر. 15% زادت حصتها في السوق هاي، صح؟ كل لعبة ناجحة نفس ما هي، بس بنحط عليها حماية اصدار الثاني، يعني نفس اللعبة بس كل شيء احسن. بنسوي عليها دعم لغة. كم فلوس؟ 200 شيء الف بنك. بنك 9/10 ميزات. اوكي بسوي لعبة نحاول انها تدخلنا فلوس، نفس اللعبة بس ندخل عليها ميزات جديدة، كنترول جديد. ممكن صغار كنا، خلينا نسوي نساء، حملة تسويق، العاب، مجلات عالمية. كابتن ماجد ما اقدر اسوي اوه صح نسيت، ما اقدر اسوي بعد يدخل علينا فلوس الحين، مو مشكلة عادي. انا احتاج مقص 61، إذن استعمل مقص 61، حاط لك مكتب فيه جميع انواع الادوات. اتصل لك انا بعد الحك، بعد حاطي لك مقص. انا خلينا نحط نينجا، كيف قاعد اسوي العاب نينجا وللحين ما عندنا نينجا؟ سؤال جميل صح؟ حد شاف شيء؟ اذا ما شفت شيء امور طيبه. ارباح ردت لي شوي من فلوسي، يعني بنسوي لعبه كوره احسن منها، مو مشكله. بنرجع بنسوي لعبه كوره. في مستشفى رعب للحين ما سوينا، بس الحين محتاجين ندخل فلوس على اساس بحول مكتب جديد. الحين ما تحولت لمكتب جديد، زين هاي قاعد يستلمون راتب على الفاضي. زين كم واحد عندي هنا في المكتب؟ ناقصني واحد صح؟ لا لا ثلاثة يشتغلون صح؟ اها في واحد يشتغل هنا، اوكي في ثلاثة يشتغلون بس. اوكي لحظة، ابا اسوي كليك على واحد. اوه لحظة خلينا نبطل اللعبة. لحظة تعال 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 تعال، ابى احول واحد من وظيفة لوظيفة، ما اقدر اخلص بوظف واحد جديد. تعيين موظف، اوف 7000، لكن هذا فول. ما اعرف اذا بالطريقة هاي بيشتغل الكورس ولا ما بيشتغل الكورس، اتمنى يشتغل. اوكي شغلته ياخذ كورس يعني ولا كيف؟ دورة تطوير العاب. اوكي ما اعرف هل هو بيعطي للشباب كورسات ولا راح شو يسوي بالضبط. انت بنك باخذ 200,000. كشك صغير، اختار لعبة نينجا 3، هاي انجح العابنا. المفروض ان يكون اموره طيبة. الحين هذا يسوي دورات يطور باقي الموظفين ولا شو يسوي؟ انا ما فهمت، انه هو يشتغل عندي واحد
اللي هو شو على شو شغال بالضبط. اذا عارفين اكتبوا في الكومنت تحت هذا شو يسوي، شو شغله، ليش انا ادفع له راتب 51,000 بعنا محرك جديد بعد. والله صدقكم المحركات ترى مدخولها مش بطال يعني. انزين بنسوي شغلتين. اول ما تطلع اللعبه هاي، نعم البحث عن ناشر اللعبه، وين صار مهاره كانت بيت مهاره ولا شو كانت، قوه السوق اظني لعبه مهاره كانت. هي صح نحن في البدايه سوينا العاب مهاره. 45% اخطاء ذبحت الاخطاء، تقتل العاب قتل الاخطاء، ستذبح عابي ذبح مش طبيعي. نحطيها على الراديو ونسوي هاي الغاء المشروع. لا ليش دعم، اوه 256 لون، هذا الدعم اللي ندور عليه. ها احد كسر الدنيا، هذا 256 كلر، هذا بت احد اول ما نزل كان مكسر الدنيا، كان شيء عظيم الصراحة يعني. كان هو الوان يسوي قبل كارت الشمس، قبل الريتينا، قبل ابل، قبل هاي كلها. زين خلنا نسوي تحديثات، طور تحديث جديدة للعبة، ننجرات، اهداف جديدة، مستويات جديدة، اصوات جديدة ورسومات جديدة في نفس الوقت. 23,000 ما اعتبرها خسارة فعلية على لعبة المفروض تكون ناجحة وانا استويت فاشلة عندي، لان الحين العاب الاتجاه الى المغامرات. خلنا نسوي لعبة مغامرات، شو رايكم؟ بسوي لعبة مغامرات ما بوقفها، بس بطور محرك جديد. زين بنطور محرك جديد، المحرك الجديد راح يسوي لنا لعبة مغامرات. قتل بردر غناء، خليتهم مستذبين هاي مغامرات بعد تعتبر. زين هذا تحديث جديد على اللعبة، 99,000 محرك، very nice thank you. تطوير اللعبة الحين بندخل نحن على طور لعبة جديدة، عندنا 300,000 بنسوي لعبة حق عائل كبار شوي، عنوان عفاريت. اوكي عفاريت، اوكي شكلها كيف عفاريت ومغامرات، اوكي مو مشكلة مغامرة. فرع المغامرة شو؟ استراتيجية، خمس ورق، ارجيت، رياضة، محاكاة، اقتصادية. لا خلنا نسوي هذا، خلينا على اللي نحن فيه. وين المحرك الجديد مالنا؟ نسيت انا موضوع التراخيص، ما بسوي ابدا خير الشر، بنحطيه على البلاتفورمز المشهورات عنا اللي لهم حصص سوقية طيبة، سوقية طيبة. نحط عليها حماية الاصدار الثاني، نحط عليها ياباني، لا ما بحط عليها ياباني، هذا عليه كل شيء دعم. بس ما عندنا ال 256 لون الحين، ما حطيناه في محرك جديد ترى على فكرة يعني، بس انا هاي ما قاعد استثمر فيهم. ابغى تكتبوا لي تحت في الكومنت في الاستثمار الصحيح فيهم. اوكي دورة تدريبية، اسرار البرمجة، دورات تطوير العاب، تصميم العاب، اصوات والموسيقى. زين اظني هذا بيطور لنا نحن الموظفين في المجال هذا، فهذا بيكون جدا مهم اني احصل فيه 3 نجوم اتصور. هذا من تصوري الشخصي ما اعرف، لكن التجربه خير برهان. الحين بنجرب نحن، ونسيت احط اسم للعبه على فكره، بس شوف كم بق فيها. لازم نمشي مع الوالد في السوق عاده، بس وايد طورنا المره يعني، وايد حطينا محركات، وايد حطينا محرك على فكره. افضل رسومات، افضل كذا، مير نينجا 3 افضل رسومات، نايس. اسوء لعبه، زادنا 3000 نقصنا 2000، زادنا 1500 نقصنا 3000، المهم يعني خبصه يعني كالعاده يعني، خبصه شركه الالعاب، خبصه ما تخلص يا جماعه الخير. اوكي ارباح، بعنا المحرك، نايس. كم عندي سلفيه؟ 750,000، خلها 750,000 موجوده ما علي، بخليها انا راوي. جيد او شرير، كن انت حسنا، هل بركه او لعنه، شو يقولون هاي؟
في لعبة نزلت اسمها سكواش شي، كل ما زاد عدد المنتخب بسرعة أكثر خسرتني 100 وشي ألف. اللعبة اللي كانت مفجرة الدنيا الحين قاعدين ننزل على الموجود. العفاريت موسيقى زيرو مغامرة، ناس ننزل مغامرة العفاريت الحين على أمل أنها تنجح. يعني خلنا نسوي دورة تدريبية، خلنا نزيد السعادة أثناء العمل. أيها سفراء السعادة، أبغى أشيل موظف من مكان لمكان، بعرف كيف أبيع المكتب ماله خليه يتمشى حقه هني. والله فكرة ترى، هاي يدخل المكتب من هني ما يدخل المكتب من بوب، يستهبل صح؟ لا يستهبل، يقول لك شوف مو يدخل. أو أبي أشباح أنتو، أنا أسوي ألعاب أشباح مش موظف أشباح. شو هالبحث عن ناشر ما عندنا لا يد يعني شو؟ خلاص بنحط هذا أرخص واحد يضرب علينا. واحد بالمية، واحد بالمية. أنا أكثر واحد في الدنيا أعرف أكسر شركات، ربحت لين خسرت. طور باتش حقه بس، خلاص ما بتكلم أنا في الموضوع، خلاص ما بتكلم. بشيل من البقاد بسوي محرك جديد. يا جماعة الخير جبت العيد في الشركة، في أبو الشركة، من أفضل إلى أسوأ شركة ألعاب في العالم. يا إلهي ما هذا، يا إلهي ما هذا. ليش بلس 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 بري ميزات دعم 256 كلر، هاي بعد محرك جديد، خلنا نسوي محرك جديد. ميزات المحرك صوت 8 بت، قمنا ندخل الحين في التطورات الجديدة ترى، بس هذا ابدا مش مشروع ناجح. كان مغامرة العفاريت قال لا ومستانة وطلعت مسوك 5 دقائق، دقيقتين ما كملت. استانسوا استانسوا السعادة اثناء العمل، تدفع فلوس نحن على الكورسات هاي وما تستانسوا. ما هذا، ما هذا، يا إلهي يا إلهي. كشك صغير، ما عندي لعب، ما أقدر أدخل. هل تذهب أرض الأمل إلى الجحيم؟ بندخل شيء تكنولوجيا جديدة على نفس اللعبة القديمة، تشوف بتنجح. إذا نجحت خير وبركة، إذا ما نجحت فهاي مصيبة المصايب. تطوير جزء جديد، وين 71% اللي شليته كسرته تكسير. لعبة ممتعة 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 ممتعة. تلمينات، خلنا نسوي لعبة جديدة كاملة. هاشو ما أعرف هاشو مشكلة هذه يا سلام يا سلام. على اساس يعني خلينا نسوي حق الكبار، ما نسوي ياهل ما يدفع فلوس شلاب، ما بسوي عفاريت ابدا. بنسوي روبوتات رعب، نينجا، مستشفى الرعب، بنجرب هاي الفكرة هاي. مستشفى الرعب، وين صار الرعب؟ نحن شو كنا مسويين قبل لحظة؟ عنصر حجري، 3 نجوم في اللصوص، الإصابات، لعبة جديدة عليهم، اختار عنه رئيسي، عبارة عن مغامرة فيها RPG. أوكي ركزوا معي أنتوا، أنا راح أسوي شوي حد يا أخي كل مرة أنسى الترخيص ودق عليك لك. أوكي بنسوي دك على البلاتفورمز ان شاء الله ان شاء الله. بشتري هذا
لأن هذا خلاص في الأمية حطي شيء الحين السوق كلهم يلعبون ببنتو هذا ممنتو سفنتو جرنتو يبيعون تحط عليها حماية إعدادات اللعبة خلنا نشوف نعطيها ستوري نعطيها الجو فول نعطيها شوي ودية للمبتدئين على لاعب عادي بنحط فيها ياباني أحب أنا أحط الياباني ما أعرف أحسهم شعب ممتع تمرير أوكي ثلاثة الأبعاد وتمرير دعم 256 لون واللي هو راح يجي سلفيتي في البنك أنت لا تملك المال كافي ليش 400,000 اللعبة ول ول خلنا نعطيهم دورة تدريبية وما بعطيهم دورة تدريبية 10,000 أوكي جرافيكس المبتدئين إنشاء حملة تسويق مجلات عالمية وبنشتغل على الأساس هذا رجعنا للخروص بعد كنا ناجحين نجاح خرافي كنا مكسرين السوق الحين تكسرنا الحين أي آخر لعبة نسويها اليوم أوكي هل تتكرم لا لا أتكرم أنا ودي أفنش كله هو أنت خليل ودي أفنش نفسي يعني شو ما سوينا مع يبهم شو الشعب اللي يبي يلعب كل شيء في الدنيا مش عارف شو يلعب يا جماعة تلعبون شيء خبروني شو تلعبون هم مستشفى الرعب اسمعي السلام وها هو يتقدم لا ما يستوي كيف وها هو يتقدم شو لعبة لعبة رعب ولا كورة لعبة مشجعين شوفوا كم بب كبير بس ان شاء الله ما تبهدلني اللعبة يعني اللعبة اللي قبلها ترى بهدلتني الحين هاي اذا ما بهدلتني بيكون اوه يا سلام دخلت فلوس بتكون اوه يا سلام حتى ما بدفع الخرط بروح الحلقة اللي يعلمها ان شاء الله ما في كاش سيبا ندفع حق المبنى الجديد وبنحط اقسام جديدة وبنطور في الشركة مالنا الحين شوي شوي بدينا نركب بديت اركب العاب بديت افهم بديت شوف شو البوبيولر بوبيولر اقولتهم يوس بوبيولر I'll do tactagon you هذا واحد فنان في فورتنايت يوتيوبر نسيت اسمه والله خالد شيء يطقطق على العالم ما شاء الله عليه يتكلم انجليزي بشكل جميل زين وعنده اكسنت انجليزي الصراحة مش طبيعي فنان يتكلم عليهم يطقطق عليهم واحد فنان اكتبوا طقطقة فورتنايت شيء انا ما اعرف الريال الصراحة يعني بيرسونالي ولا شيء بس شفت انا بالسيرش في اليوتيوب نفسه مثلا انا الحين اذا بتابع بعرب صراحة بندريته فنان يا ابني يوتيوبرز حلوين الصراحة عندنا بس اللي يتابع السوق زين ها شو يسوي مشكلة ما عندي فلوس انا اوريدي مليون بمليون و مليون وش جري بثنين مليون مليون مليونين لاربع ودي بس ادق سلفيه اسا بيستوى 2 مليون عدد صحيح اصلا بندق سلفيه في كل الاحوال اساس اصلح اللعبه ف ناخذ بس اساس نطلع في الزايد رواتب موظفين عندي دنيا عندي انا فوق 2 مليون صح يا طلع مليونين ربع ما علي بنسددهم كلهم هاي ما عليكم شوف القرض ما منه مشكله اذا ما خسر الشركه دام اني في النهايه بسوي لعبه ان شاء الله زين شو عندنا يا سلام يا سلام مغامرة عين عينك مغامرة هاي يا سلام 44 أنا يعني احباط الصراحة وال 64 خطأ زين بسوي جزء جديد منها صبر بزيد الحلقة شوي الحين سيدة بسوي جزء جديد من اللعبة يا سلام الجزء الثاني زين شوفوا عندنا شغلات تنزل وانا ما عندي فلوس والمفروض يكون عندي فلوس وايد عليها ترى بس اللعبه هاي ما بتتم وايد في السوق اذا ما عدلت الاخطاء فيها بعدل الاخطاء بيرتفع الريتنج مالها لان انا عندي بس اسوي تطوير جزء جديد زين وين يا سلام زين 44% نفس الشيء بالضبط مغامره ار بي جي كل شيء اوكي
خلنا نشوف هذا الشيء، هذا هل هاي الاستراتيجية ناجحة أم غير ناجحة. بنحط فيه دام إنه عندنا بنحط فيه، نزيد التكاليف أعرف زين، بخليها نفس الشيء بس الحماية الإصدار الثاني. بنصير اللي بعده ياباني، بنصير أوكي أنا آسف تعرفوا نسيت مال المستعير، بنحط بي بلس محرك، ما اخترت محرك اللي هو الجديد مالنا هذا، بطور بعد المحرك الحين بعد شوية بس خلف الخادم بنطور إن شاء الله. دعم ألوان أنت لا تملك المال الكافي، البنك اقتراض مليون عادي طف ما تطلع فلوس. أبا بعد يا سلام زين ليش ما سويت كان مفروض أكتب يا سلام اثنين شيء مفروض أكتب يا حرام. بعنا محرك، شو المحركات بعد بتساعدنا على 50000 50000 200000 50000 حلوين ترى شوي تحرك يعني. ما بسوي له حملة ترويجية هاي يا سلام اثنين، بس أبى أشوف إذا أسوي من اللعبة أكثر من جزء شو الحين بنفس المعبار بسوي أكثر من جزء وربعة بشوف اللعبة هاي بتتعدل ما بتتعدل. أسوي كشك يا سلام، ما أعرف أنا أي واحد اخترته بصراحة، لأن أصلا الاثنين نفس الاسم، هذا كان مش شيء دقي أبدا الناس اللي الصراحة. تعبتني والله خروض البنك يا جماعة، طلعت بخسارة مو مشكلة طلعت من السوق. الحين بننزل جزء ثاني منها يا سلام، هاي ليكون ليكون الذهب اللعب إلى البول. شو يقولها شو يخبص؟ أوه نلعب في ماوس. جيوش سوف يحرق العالمين، أنا سرب وستكون محطمة. هاي يعني الحين يالس يفكر صح. لحظة دورة تدريبية، أنا أتوقع تكسيرات للجميع، دورات سوري دورة تدريبية دورة من العاب أسهل طريقة أسرار برمجة جرافكس المبتدين سعادتنا العمل ما ارتفع شيء عندي النجاح في العمل. إنزين خلنا نعطيهم الجرافكس المبتدين، لأن نحن إذا بنحول لازم ننقل الشركة ثانية لمستوى ثاني. نفس الألعاب اللي مش قاعدة تنجح أنا أتصور ذكاء اصطناعي هذا حلو إذا بنسوي شيء، والذكاء الاصطناعي يسوي فرق بالمعارك الذهب يفوز بالحروب. يا إلهي ماذا تقول يا فتى؟ شو يقول شو خبصون هاي؟ هاي يسمونه برين ستورمينج يسمونه العصف الذهبي. قربنا على سنة 90 بسوي شغلات جديدة، انتوا بس ابحثوا على كل شيء موسيقى بث بنسوي محرك جديد تفجير وبندخل فلوس ان شاء الله من ورا العبة خاصة. وبنزل يا سلام ثري والحلقة لونها طويلة معي ان شاء الله تستمتعون فيها. بنسوي محرك جديد وبطور اللعبة وخليها تنجح، طيب بالغصب بتنجح. نشوف اخرى، عندي وايد بحوث ما قاعد اسويها المفروض اني اسويها الصراحة، بدل ما استثمر في كل هالعناوين اللي انا استثمرتها اتصور لو استثمرت في البحوث هاي العادة راح تكون احسن. بعدين هاي سأعطيهم دورة جرافكس، الحين دورة جرافكس اوه الحين في اصدار جديد اي تي سي حماية جديدة تحسن كمبيوتر لا اميكو الف قامت بترخيص محركات تك سوفت. اه اوكي في حد اشترى المحرك مالي الحين بيدخل لي شوية فلوس يمكن يطلعني يمكن 150000 ما اعرف بنشوف، بس لان هذا الوضع يا سلام إيه انا يا بليد انزين ما بطالع حتى كم خطا عندي فيها من حين 43 خطا يخرب بيتكم على 43 خطا جد ليش هالكثر خطا بلا هذا يبغى اجازه. لحظه عامل الموظفين نسخ العقد حدد الموظف ما رح اعطيهم اجازة شيء. شو المباني اللي عندي؟ لحظة الشغلات اللي عندي اقدر احطيها ما حطي سيديو سند دعم العملاء اوكي هذا شيء لازم احطيه. في عندي مستودع انتاج تصوير غرفة تدريب غرفة الموظفين اهم موجودة عندنا مراقبة الجودة. والله في شغلات يبغانا نحطيها في شركة جديدة يا جماعة، اذا انا استثمر رحنا في شركة جديدة مشكلة علي 72 اذا استثمر في شيء جديد. الحين اذا تنجح عندي لعبه بس
واخذ قرض اقدر اسير شركه جديده احطي فيها مجموعه بروسس طويل ولا نحطي فيها اجراءات طويله. نتاكد من جوده اللعبه حاليا، فجوده اللعبه راح تكون وايد مهمه بالنسبه لنا. اوكي الحين ما بقى لنا شيء اللعبه انها تصدر، اوكي ما عندنا فلوس حتى نسوق لها ولا شيء، بعتمد على سمعه الشركه والمعجبين ان شاء الله. البحث عن ناشر، مغامره، اللعبة التي قمت بها، تشوف نفس الشيء، الأخطاء ذابح اللعبة، الأخطاء هي اللي تذبح اللعبة. لحظة، مشكلة حتى لو أخذت 250 ألف، إذا أنا بصير لشركة جديدة، أوكي بتمشي الأمور، ما عليكم بتمشي الأمور. المفروض أخبر زوجتي أن لدي زوجة ثانية. هذا ليش زعلان من نفسه كل شيء يتكلم يتحكم عن نفس الموضوع؟ إذا تبى تموت سير خبرها أن عندك زوجة ثانية. مينون أنت؟ ما يتزوجون بالسر ويكشفونهم ويدقونهم عينهم دق. يا سير تخبرها والله أنك مينون. هذا ما تعرف خلها ما تعرف. نص جيجا ها سيجا لولي حيد عليه سيمبا نزل أول ما نزل. تحسين محرك قديم. 2.3 بلس اوكي مشكلة. بيع المحرك، موسيقى 8 بت 25 ألف، نحط ذكاء اصطناعي 100 ألف، نزل، لا ما بنزل الفايدة، اوكي خلنا نزل، خلنا نفس ما هو. زين ارد اطور نفس اللعبة. الاستعمار قتال، زين عندنا قتال نحن، ما في انواع جديده لان معناه عندنا. يا جماعه هاي كانت حلقتنا اليوم، بس كيف حولت شركه من شركه ناجحه الى شركه فاشله. بنحاول ان شاء الله نرد لنعش الشركه في المستقبل. فمشكورين على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.